أهلا بكم. منذ تولي الرئيس السيسي عملت الدولة على بناء منظومة حماية اجتماعية عبر العديد من القرارات والمبادرات، فضلا عن تبني استراتيجية اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة. وبلغ إجمالي مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين أكثر من 529 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023-2024، مقارنة ب 228.6 مليار جنيه عام 2013. كما تم زيادة تمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة إلى 31 مليار جنيه مقارنة ب 5 مليارات جنيه عام 2013. كما تم تخصيص أكثر من 200 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة ب 29.2 مليار جنيه. ووجه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصل ل 3500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة السادسة. هذا وتم زيادة دعم السلع التموينية إلى 127.7 مليار جنيه مقابل 35.5 مليار جنيه قبل 9 سنوات. كما خصصت الدولة 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي. أطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، فضلا عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز جهود الدولة خلال السنوات الماضية في مجال الحماية الاجتماعية. نشكر لكم طيب المتابعة.